السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب، أسعد الله صباحكم بكل خير. موضوعنا لهذا اليوم تمارين عن صفحة 42. السؤال الأول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1. أي من الآتية تمثل حل المتباينة 10 زائد 30 أقل أو يساوي 16؟ لدينا متباينة خطية بمتغير واحد، نريد أن نأخذ هذه المتباينة ونمثل هذه المتباينة على خط الأعداد ونجد أيهما يمثل التمثيل الصحيح للمتباينة. المتباينة، السؤال الأول، الفريق الأول، 10 زائد 30 أقل أو يساوي 16. لاحظ المتغير س ومعامل بالطرف الايمن، بينما الثوابت موجوده بالطرف الايمن والطرف الايسر. نريد ان ننقل الثابت 10 الى الطرف الايسر، وذلك بالاضافه سالب 10 لطرفي المتباينه، ثم تصبح المتباينه 30 اقل او يساوي 6. 16 ناقص 10 6. نقسم طرفي المتباينة على معامل س وتصبح هكذا: 30 على 3 أقل أو يساوي 6 على 3، ومنها س أقل أو يساوي 2. نمثل المتباينة على خط الأعداد، نحدد العدد 2، س أقل أو تساوي 2، دائرة مغلقة على العدد 2، ثم باتجاه السالب ما لا نهاية، دائرة مغلقة على العدد 2 بوجود إشارة المساواة على العدد 2. الآن ننظر إلى الخيارات المتاحة في هذا السؤال. نلاحظ أن التمثيل الصحيح هو فرع ألف من العدد 2 للسالب ما لا نهاية. فرع الثاني: إذا كانت نون تمثل المدة بالساعات التي يحتاجها عمر لحل أسئلة الامتحان، كتب عليه مدة الامتحان ساعة ونصف، فما المتباينة التي تمثل القيم الممكنة لنون؟ بما أن مدة الامتحان ساعة ونصف، معناها مسموح لعمر البقاء بالامتحان لمدة ساعة ونصف، أو يمكن أن ينهي الامتحان قبل ساعة ونصف، فبالتالي راح تكون نون أقل أو تساوي 1.5. إذا الإجابة الصحيحة هي فرع جي. ما الفترة التي تمثل المجموعة عين، بحيث عين تنتمي للأعداد الحقيقية، بحيث عين تربيع أقل أو تساوي 4؟ هناك طريقتان لحل هذا الفرع. الطريقة الأولى هي طريقة التجريب. الفترة الأولى فترة مفتوحة من عند الأربعة لغاية ما لا نهاية. طرف الفترة غير داخل الفترة لا ينتمي إلى الفترة، نأخذ عدد ينتمي للفترة. على سبيل المثال نأخذ العدد 5. الخمس ينتمي للفترة المفتوحة من الطرفين من الأربعة لغاية ما لا نهاية. نعوض الخمسة مكان عين فتصبح 5 تربيع. 5 تربيع تساوي 25، ليست أقل أو تساوي 4. العبارة ليست صحيحة، إذا الألف لا تمثل الفترة. ننتقل إلى الخيار فرع باء. العدد سالب 2 طرف فترة ينتمي لهذه الفترة. لو عوضنا سالب 2 بدل عين راح نلاحظ انه سالب 2 تربيع النتيجة 4، راح تكون العبارة صحيحة. لو عوضنا طرف الفترة 2 تربيع 4، الأربعة أقل أو يساوي 4، راح تكون العبارة صحيحة. وكذلك لو أخذنا أي عدد حقيقي مقصور بين سالب 2 و2 راح تكون العبارة
إعرابة صحيحة. على سبيل المثال الصفر، لو أخذنا العدد صفر، صفر تربيع أقل أو يساوي 4، إذا العبارة صحيحة. ممكن نأخذ النص، النص ينتمي للفترة المغلقة سالب 2 و2، وكمان راح يحقق المتباينة، نص تربيع اللي هو ربع، ربع أقل أو يساوي 4. إذا الإجابة الصحيحة راح تكون فرع ب. لكن دعونا نناقش بقية الخيارات. فرع ج، الفترة المفتوحة من سالب ما لا نهاية لاثنين، لو أخذنا السالب ثلاث، السالب ثلاث تنتمي للفترة المفتوحة من سالب ما لا نهاية لاثنين، عوضنا السالب ثلاث بدل عين في المتباين الموجود عندي، سالب ثلاث تربيع تسعة، التسعة ليست أقل أو يساوي الأربعة، فبالتالي فرع ج لا يعتبر إجابة صحيحة. الآن نجي لفرع د، لو عوضنا العدد واحد، واحد ينتمي للفترة المفتوحة من عند الصفر مغلقة من عند اثنين، راح نلاحظ انه يحقق المتباين، واحد تربيع واحد، الواحد أقل أو يساوي أربعة، العبارة صحيحة. لو عوضنا اثنين، اثنين تربيع أربعة، الأربعة أقل أو يساوي أربعة، إذا العبارة صحيحة. بنلاحظ انه فرع د يحقق المتباينه وفرع ب يحقق المتباينه، لكن لماذا كانت اجابتنا فرع ب؟ لان فرع ب كان اشمل من فرع د، وبالتالي الفتره التي تمثل المجموعه عين بحيث عين تنتمي للاعداد الحقيقيه بحيث عين تربيع اقل او تساوي اربعه هي ب. هناك طريقه اخرى للحل، عين تربيع أقل أو يساوي أربعة، نحاول حل هذه المتباينة وذلك بأخذ الجذر التربيعي لطرفي المتباين. إذا أول خطوة من خطوات الحل نأخذ الجذر التربيعي لطرفي المتباين، الجذر التربيعي لعين تربيع أقل أو يساوي الجذر التربيعي للأربعة. بالفصل الدراسي الأول كان عندنا الجذر التربيعي لسين تربيع يساوي القيمة المطلقة لسين، فبالتالي الجذر التربيعي لعين تربيع هو القيمة المطلقة لعين أقل أو يساوي 2، الجذر التربيعي للأربعة يساوي 2. راح نكتب عين بدون استخدام القيمة المطلقة، عين أقل أو تساوي 2 وكذلك أكبر أو تساوي سالب 2، لأنه ممكن تكون النتيجة 2 وممكن تكون النتيجة سالب 2، فعشان هيك عين راح تكون أكبر أو يساوي سالب 2 وأقل من 2. بدنا نعبر عن هذه المتباينة بفترة راح تكون فترة مغلقة من عند السالب 2 ومغلقة من عند 2، اللي هي نفس الخيار فرع ب في المسألة رقم 3، الخيار فرع ب. فرع 4، ما الفترة التي يقع بها العدد 3 و9 بالعشرة دوري على 9؟ الفترة الأولى فترة مغلقة من عند الواحد ومغلقة من عند الاثنين، الـ3 و9 بالعشرة دوري على 9 لا تنتمي لهذه الفترة، لأن الـ3 و9 بالعشرة دوري أكبر من الحد الأعلى لهذه الفترة. إذا فرع ألف ليست الإجابة الصحيحة. فرع ب، الفترة المغلقة سالب 2 و3، نلاحظ أن الـ3 و9 بالعشرة دوري على 9 لا ينتمي إلى هذه الفترة، لأن العدد 3 و9 بالعشرة دوري أكبر من الحد الأعلى لهذه الفترة، فإذا فرع ب ليس إجابة صحيحة. فرع ج، نلاحظ أن الـ3 و9 بالعشرة دوري ينتمي للفترة 0 و4،
لأن الثلاثة وتسعة من عشرة دوري أقل من الحد الأعلى لهذه الفترة، بالتالي الإجابة الصحيحة ستكون فريع جي. إذا كانت صاد تنتمي للفترة المفتوحة من سالب سبعة إلى خمسة، مفتوحة من عند السالب سبعة مفتوحة من عند الخمسة، فما قيمة صاد؟ بما أن صاد تنتمي للفترة، معناها السالب سبعة لا ينتمي لهذه الفترة. أطراف الفترة لا تنتمي للفترة لأن الفترة مفتوحة من عند السالب سبعة ومفتوحة من عند الخمسة. إذا السالب سبعة لا تنتمي لهذه الفترة، الخمسة لا تنتمي لهذه الفترة. لاحظ عندي سالب سبعة طرف فترة مفتوح، فبالتالي السالب سبعة لا تنتمي للفترة. الخمسة طرف فترة مفتوح، فبالتالي الخمسة لا تنتمي لهذه الفترة. بينما الصفر محصور بين السالب سبعة والخمسة، إذا قيمة ص تساوي صفر. سؤال اثنين، تعلن إحدى شركات الطيران لزبائنها أن الحد الأعلى لأمتعة الراكب الواحد هي 35 كيلوغرام، فإذا كانت كتلة الحقيبة الأولى لأحد المسافرين 15 كيلوغرام، ما الكتلة الممكنة للحقيبة الثانية؟ أعبر عن المسألة بمتباينة وأحلها. لاحظوا أنه الحد الأعلى لأمتعة الراكب 35 كيلو، يعني مسموح له يزم وزن للرايق 35 كيلو. الحقيبة الأولى 15 كيلو، ما الكتلة الممكنة للحقيبة الثانية؟ هناك أكثر من قيمة ممكنة للحقيبة الثانية، نعبر عن المسألة بمتباينة ونحلها. لاحظوا معي أن الحد الأعلى المسموح به 35 كيلو، الحقيبة الأولى وزنها 15 كيلو. لو فرضنا الحقيبة الثانية رمزنا لها بال 500، فتصبح 15 زائد 100 أقل أو يساوي 35. هيك بنكون شكلنا المتباين، اشتغلنا على المطلوب الأول. المطلوب الثاني حل هذه المتباين. حل هذه المتباين نلاحظ أن المتغير مين موجود بالطرف الأيمن ومعاه الثابت 15، ننقل 15 للطرف الأيسر بإضافة العدد سالب 15 للطرفين، فتصبح المتباينة مين أقل أو تساوي 35 ناقص 15، الإجابة 20. مرة ثانية، الحد الأعلى المسموح به 35 كيلوغرام، الحقيبة الأولى وزنها 15 كيلوغرام، معناها الحقيبة الثانية راح نفرض وزنها ميم، فتصبح المتباينة 15 زائد ميم أقل أو تساوي 35. المتغير موجود بالطرف الأيمن، ننقل الثابت من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، وذلك بإضافة العدد سالب 15 للطرفين المتباينة، فتصبح المتباينة ميم أقل أو تساوي 20. السؤال الثالث، أمثل مجموعة حل النظام الآتي في المستوى الذكري. عند نظام من المتباينات، هذا النظام مكون من ثلاث متباينات، المتباين الأولى س أقل من السالب واحد، المتباين الثاني ص أقل أو تساوي 3.5، المتباين الثالث ص ناقص س أكبر أو تساوي 2. نمثل المتباين الأولى على المستوى الديكاربي ونحدد منطقة الحل، نمثل المتباين الثاني على المستوى الديكاربي ونمثل منطقة الحل، نمثل المتباين الثالث على المستوى الديكاربي ونمثل منطقة الحل، نجد المتباين الأولى س أقل من السالب واحد، في الحصة السابقة وضحنا كيفية تمثيل المتباين س أقل من السالب واحد وكيفية تمثيله على المستوى الديكاربي. نرسم الخط المستقيم س تساوي سالب واحد، نرسم الخط المستقيم س تساوي سالب واحد، الخط المستقيم راح يتم رسمه
خط متقطع. السبب عدم وجود إشارة المساواة على مستوى الديكاردي. سين تساوي سالب واحد وخط مستقيم يعامل محور السينات ويقطعه عند العدد سالب واحد. أي مستوى الديكاردي؟ أي الإحداث السين وأي الإحداث الصابق؟ أي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب أربعة سالب خمسة محور صاب واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث سالب أربعة سالب خمسة. إذا نفس المستقيم س تساوي سالب واحد خط متقطع. س تساوي سالب واحد رسمنا خط متقطع. س أقل من السالب واحد نظلل المنطقة التي تقع على يسار الخط المستقيم س تساوي سالب واحد. ننتقل للمتباينة الثانية ص أقل أو تساوي 3.5. نفس الخط المستقيم ص يساوي 3.5 ويكون عموديا على محور ص عندما تكون القيمة 3.5. عند القيمة 3.5 المتباينة الثانية ص أقل أو تساوي 3.5. نفس الخط المستقيم ص يساوي 3.5 على المستوى الديكاردي. كيفية تمثيل الخط المستقيم ص يساوي 3.5؟ هو خط مستقيم يكون عموديا على محور الصادات، يقطع محور الصادات عند العدد 3.5. العدد 3.5 راح يكون في منتصف المسافة بين 3 و4، فهنا راح يكون عند 3.5. أثناء رسم الخط بما أن المساواة موجودة مش راح يكون الخط عندنا متقطع. المتباينة ص أقل أو تساوي 3.5، نظلل المنطقة التي تقع تحت الخط المستقيم ص تساوي 3.5 بهذا الشكل. الجزء الأخير من هذا النظام هو المتباينة ص ناقص س أكبر أو تساوي 2. ص ناقص س أكبر أو تساوي 2. حتى نمثل المتباينة ص ناقص س أكبر أو تساوي 2،
نحن بحاجة لتمثيل الخط المستقيم الذي يمثل ص ناقص ناقص س يساوي ب. نرسم الخط المستقيم ص ناقص س يساوي 2 على المستوى الديكاب. الخطوة الأولى للرسم تكون الجدول المتغير س والمتغير ص موجودين فيه. احنا بحاجة لقيمتين، بنختار قيمة س صفر وبنختار قيمة ص صفر، ثم نجد قيمة ص عندما س تساوي صفر ونجد قيمة س عندما ص تساوي صفر. المعادلة الموجودة عندي ص ناقص س تساوي 2، نعوض قيمة س بهذه المعادلة ص ناقص صفر يساوي 2 ومنها ص يساوي 2، أوجدنا قيمة ص. الآن بنفس المعادلة نعوض قيمة ص تساوي صفر لإيجاد قيمة س، صفر بدل ص ناقص س يساوي 2 ناقص س يساوي 2، بدي أخلي س لوحدها بكون السالب بصير، بشرط أنقل السالب على الطرف الآخر، إذا قيمة س تساوي سالب 2. الأزواج المرتبة اللي راح تكون موجودة عندي، الزوج المرتب الأول 0 و2، الزوج المرتب الثاني سالب 2 و0. نمثل الزوج المرتب الأول والزوج المرتب الثاني على المستوى الديكارتي. الزوج المرتب الأول 0 و2، الإحداث س 0، راح أوقف عند الصفر ثم أتحرك بحدين للأعلى للوصول إلى العدد 2. الزوج المرتب الثاني سالب 2 و0، راح أوقف عند السالب 2 وأحط الإشارة لأن المسقط الثاني يساوي 0. راح نوصل بين النقطتين خط مستقيم، وذلك باختيار الزوج المرتب، إما يكون فوق هذا الخط أو أسفل من هذا الخط. على سبيل المثال الزوج المرتب اللي ممكن أختاره والزوج المرتب اللي مسقط السيني واحد ومسقط الصادي واحد، نختار الزوج المرتب واحد واحد. نعوض هذا الزوج المرتب بالمتباينة، الإحداث السين واحد والإحداث الصاد واحد، واحد ناقص واحد يساوي صفر والصفر أقل من اثنين، إذا الزوج المرتب لم يحقق المتباينة. إذا منطقة الحل تقع في الجهة التي لم نختار منها الزوج المرتب. الزوج المرتب اخترناه كان موجود بهذه الجهة، لم يحقق المتباينة، معناها هذه المنطقة ليست منطقة حل هذه المتباينة، وإنما المنطقة التي تقع فوق الخط المستقيم ص ناقص س يساوي 2 تمثل منطقة الحل.
نظل المنطقة التي تظل التي تمثل منطقة الحال. إذا نلاحظ أن منطقة الحد هي المنطقة التي تواجد فيها الألوان الثلاث. منطقة الحد هي المنطقة التي تتحقق فيه جميع المتباينات. أعزائي الطلاب، يمكننا حل السؤال الثالث باستخدام برنامج الجيوجبرا. السؤال الثالث مرة ثانية، أمثل مجموعة حل النظام الآتي في مستوى الديكارتي. المتباين الأولى س أقل من السالب واحد. طبعاً هنا نلاحظ أو نراعي أن البرنامج راح نكتب عليه بالحروف الإنجليزية، يعني بدل س راح نكتب إكس، وبدل واي بدل ص راح نكتب واي. س أقل من سالب واحد معناها إكس أقل من سالب واحد. لاحظوا مباشرة مثل منطقة الحل للمتباين الأولى. نأخذ المتباين الثاني، ص أقل أو تساوي 3.5. حكينا نستخدم ص في حرف الواي، واي أقل من أو يساوي 3.5. لاحظ انه اعطاني منطقه الحل للمتباين الثاني. المتباين الثالث ص ناقص س اكبر او يساوي 2، فتكتب y ماينس x اكبر من او يساوي 2. بامكاننا نغير الالوان حتى نلاحظ الحل بصوره افضل. اللون الأول خليه أصفر، اللون الثاني من الإعدادات من روح السيتي كرر، بنختار لون مثلا اللون الأخضر، والمتباين الثالث نختار اللون الأصفر. إذا لاحظ المتباين الأولى س أقل من سالب واحد ومنطقة الحل على يسارها. المتباين الثاني واي أقل أو تساوي 3.5 مثلناها باللون الأخضر. المتباين الثالث واي ناقص إكس أكبر أو يساوي 2 مثلناها باللون الأصفر. واضح تماما أن المنطقة وتسمى منطقة الحل. السؤال الرابع، ما مجموع قيم س الممكنة التي تجعل مساحة المثلث في الشكل المجاور أقل من 40 سنتيمتر مربع؟ مساحة المثلث احنا بنعرفه من السوق السابقة، نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع. واضح أن طول القاعدة موجودة عندي لهذا المثلث س، وارتفاع المثلث 4 سم. نبدأ خطوات الحل. مساحة المثلث لازم تكون أقل من 40 سم، معناها مساحة المثلث أقل من 40. مساحة المثلث نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع، نصف ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع أقل من 40. طول القاعدة مثل ما كان واضح معنا بالشكل س، والارتفاع مثل ما كان واضح معنا بالشكل 4 سم، نصف ضرب س ضرب 4 أقل من 40، لأنه موجود عندي الضرب، فبالتالي يمكن اختصار الأربعة مع الاثنين راح
ممكن بقى عند اثنين، واحد ضرب سين ضرب اثنين الجاب اثنين سين، اثنين سين اقل من 40. المتباين من الجهه بنقسم طرفين متباين على العدد اثنين، اذا سين اقل من 20. اذا القيم الممكنه لسين اقل من 20، ما مجموعة القيم الممكنة؟ بنلاحظ انه سين صحيح اقل من 20، لكن مستحيل يكون عندي في المثلث ضلع طوله صفر، ومستحيل يكون عندي في المثلث ضلع طوله سالب، فبالتالي مجموعة القيم الممكنة، مجموعة القيم الممكنة هي البقرة المفتوحة من عند الصفر ومفتوحة من عند العشرين، أو ممكن نكتبها بطريقة أخرى، أو س أكبر من صفر وأقل من عشرين. مرة ثانية، مساحة المثلث لازم تكون أقل من 40 سنتي. مساحة المثلث القانون على الألعاب السوق السابقة نصف طول القاعدة ضرب الارتفاع. طول القاعدة عندنا س، الارتفاع عندنا 4، فبتصير نصف ضرب س ضرب 4. بنختصر الأربعة مع الاثنين بضل عندي الإجابة 2، 2 س أقل من 40، بنقسم طرفي المتباين على العدد 2، س أقل من 20. مجموعة القيم الممكنة هي فترة مفتوحة من عند الصفر ومفتوحة من عند العشرين. وضحنا انه ما في مجال يكون عندي طول ضلع يكون طوله صفر او يكون بالسالب، او ممكن نعتبرها س اكبر من صفر واقل من 20. اعزائي الطلاب، لقد وصلنا الى نهايه درسنا لهذا اليوم، نلقاكم في الوحده القادمه في درس جديد.